بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم وطاب مساءكم بكل خير. بنحييكم في حلقة جديدة من هذا المساء، وبنتمنى لكم مساء جميل وحلو بحضوركم ومتابعتكم لنا في هذا البث الحي. أهلا ومرحبا بكم، وسعيد جدا في هذه الحلقة أن أتحدث حول الموسيقى. والكل بيعرف أنه الموسيقى هي لغة عالمية، الموسيقى استطاعت أنه تربط بين كل العالم، يعني بشتى لهجاته وصحناته ولغاته، سواء كان عالم عربي أو غربي. لما نقول موسيقى، خلاص الموسيقى دي كل البشر بيشتركوا فيها، عشان كده هي لغة للشعوب. سعيد جدا يكون معايا الأستاذ الفنان عماد حسن، معروف طبعا بعماد كنانة. مرحبا بك عماد، ومساء الخير. أهلا، مرحبا بأسرة هذا المساء، والتحية والتجلى لكل سوداني أصيل، وألف رحمة ونور لشهدانا ولكل من باع نفسه ودمه بأبخس ثمن لنجدة هذا الوطن وللخلاص ولغد مشرق. نتمنى انه نقدم حاجه جميله وحاجه تسعد، يعني ان شاء الله. اذا نحن طبعا كالمعتاد البدايات دائما بيكون فيها تعثر، وبيكون فيها صعوبات، وبيكون فيها كمان ذكريات، منها الحلو ومنها المر. عايز ترجع لياته محطه من محطاتك القديمه عباد. طيب، اولا في كل الدنيا الفنان بيكون عنده مشروعه، عنده شيء مخطط. يعني أنا كان قبل كنا طلاب عندنا منتدى في الكلية، استضفنا من خلاله الكثير من الرموز والرواد، وكان سألت أستاذنا محمد وردي ربنا يرحمه سؤال مباشر، قلت له كل نحن السودانيين ديل حاجاتنا ما مرتبة، دائما الحظ بيخدم فيها وكده. هل أنت محمد وردي كنت معد برنامج محدد تمشي عليه وتحقق أهدافك وتحقق، ولا زيك زي بقية السودانيين؟ قال لي يا أخ والله أنا في الحقيقة زيه زي السودانيين، لكن بس أنا كنت بتميز بأنه الحاجة داير أعملها بقيف عندها، وبعد ذاك بشوف ما بعد يكون شنو. ودين ده الفارق. أنا عماد كنانة وضحت لنفسي برنامج، وبجد يعني أنا ما بقول الحظ ما حالفني أنه أنا أنفذ البرنامج ده، لأنه أنا مما جس صوتي في الإذاعة السودانية سنة 93، يعني من زمن بدري وأنا في ريعان الشباب. 98 بالضبط حصل لي ديفكت، ومنحت من تسجيل، ومنحت من دخول الاستوديوهات وكده، وبفعل النظام البايد. وده شيء اصلا هو متوقع، لانه دائما النظام البايد انت حتى لو ما ضده، لكن مجرد ما انت ما نفذت حاجات انت معناه عادوا له. وده اللي حصل لي، لكن انا اصلا كنت مرتب، يعني مرتب حياتي حتى منه الابتدائي، بكتب اسمي عماد حسن محمد تحت المعهد العالي للموسيقى والمسرح. يعني من بدري عندك الرغبه بتاعت الموسيقى، محدد حاجاتي يعني نقدر نقول جاريه في دمك. خلينا نسمع نحن عمل اول، وارجع اتونس معاك ان شاء الله، وانت خريج طبعا المعهد العالي للموسيقى والمسرح، راح نتحدث عن الموسيقى بإسهاب ان شاء الله، لكن نسمع عمل اول. تفضل يا الفاضل، حنسمع أول الأعمال من هديها لكل مشاهدي شاشة قناة الخرطوم الفضائية واستوديو هذا المساء. يا قمر
عرفت بيك معنا السعادة. ما لقيت أيام حزينة عيني ما طال يوم سهادة. من هواك أنا يا قمر عرفت بيك معنا السعادة. ما لقيت أيام حزينة عيني ما طال يوم سهادة. الفرح معناته حبك والحنان يا غالي ريد ليك يزيد ويكبر. أبقى أندم كم ليالي قضيتها قبلك فيه وأكثر. قبل ما أشوفك يا غالي ريد ليك أبقى أندم كم ليالي قضيتها قبلك فيه وأكثر. يوم هوى ما طال يوم سهاده.
اهلا ومرحبا بكم من جديد، متواصلين مع الجميل عماد كنانة. مرحبا بك مره ثانيه عماد. وسمعنا يا قمر كلمات منو يا قمر، وهل هي من الاعمال الاولى ولا من الاعمال المؤخرا سجلتها؟ طيب، اول حاجه التحيه والتجله لكل الزملاء والاساتذه بكليه الموسيقى والدراما. هي اصلا يا قمر كلمات الصديق الدفعه اسمها عثمان شيلو، عثمان على عبد الله. من هنا بجزي له التحايا، ومعاه اخونا عبد الناصر جبر الله، واختنا زهر عبد الله. دين من الشباب المميزين جدا في كتابة الشعر. يعني نحن في الكلية أنا عملت كمية ممتازة جدا من الأغنيات، من وجهة نظري بعتبرها مميزة جدا، ودي واحدة منها ونفذتها قبل فترة، يعني ما بسيطة في الاستوديوهات بتاعتنا إن شاء الله. نعم، نحن بنجدد التحية لكل السادة المشاهدين، وعايزين نشوف يعني انت بدايتك في المعهد. ابتديت تغني في المعهد ولا اصلا كنت بتحي حفلات مثلا في منطقة كنانة بالتحديد، يعني قبل ما تجي لمعهد الموسيقى؟ وهو شوف سبحان الله، يعني اي حاجة عندها زمنها. انا شخصيا مقتنع بالحاجة دي، يعني دائما بتحصل لي حاجات بقول لو اي زول تاني يقول لك الحاجه دي المفروض تعملها من بدري، لكن انا مقتنع انه اي حاجه عندها وقتها. يعني انا زي ما قلت لك هي حلم بالنسبه لي المعهد العالي للموسيقى والمسرح قبل ما يتعمل ككليه. وانا ممتحن شهاده سودانيه، المعهد اتقفل 92 تم اغلاقه، وحسبت المزله دي زي المعموله لي انا، يعني رفضت امتحن حتى الشهاده على الرغم من انه رغم جلوسي طالع واي حاجه. جيت هنا في ام درمان في الخرطوم، انضميت لمركز شباب ام درمان. برضو مع جيت كده بديت اقدم نفسي كمغني، وجدت اشاده كبيره جدا جدا من اخواننا وابانا العازفين، ومن هنا الرحمه والمغفره لكل المراحل منهم، وهم عدد ما شوية والله. عمنا حسين الطيب الله يرحمه، مجرد ما بديت وبديت أطلع حفلات وبديت أدعم، يعني بقيت أنال حظ من الشهرة وكده، طلع قرار إنه ما في زول تاني يغني إلا تكون عنده بطاقة من المصنفات، ودي ما بدوك إلا تكون صوتك مجاز في الإذاعة. برضه حسيت انه الحاجه دي زي اللي انا مقصود بيها، ما حسب الجهل وكده. رفضت تاني اجي المركز، يعني عم حسين ده الله يرحمه فقدني، يعني اسبوع كده ما جيت، غريبه. جاني سجل زياره في البيت، مالك يا زول؟ قلت له والله يا عم حسين يا اخي بصراحه المجال انا ما عندي فيه نصيب وما عندي فيه قسمه وكده، وانا زول عربي شاطر بشتغل تجاره وكده. قال لي يا عماد مالك في شنو؟ قلت له يا اخي انا ممتحن الشهادة عشان أدرس المعهد قفلوا، أجيت هنا مركز شباب أم درمان بديت نشاطي، قالوا إلا يجيبوا بطاقة ويجيبوا الزمن ده كله ما يجيبوها إلا بس مجرد أنا ما جيت. يقولوا قال لي يا أخي الحاجة ما معمولة ليك أنت أصلا، ما مقصود بين معمولة كل الناس. يا أخي مش صوتك ده أنا واثق إنه بيجيزوه، أرح تعال يا أخي أنا بوديك نحجز ليك. قلت له جدا فعلا انت. قال لي بكرة نتلاقى نمشي نحجز في الإذاعة. فعلا قد كان اتلاقيت معاه في المركز، ركبنا التاكسي بتاعه ومشينا الاذاعه، حجزنا وقد كان الحمد لله من اول واهلا. نحن 23 فنان جازونا ثلاثه فقط. يبقى المعهد ده انا خشيته بعد انقطاع عن الدراسه دام لي 8 سنوات. رجعت تاني امتحنت شهاده سودانيه من جديد وعملت 75 خشيت بها المعهد. الحمد لله لحد ما تخرجت، وهسه طالب ماجستير وعلى وشك المناقشه فقط. انا حتكلم معاك بعدين، وانت تخصصك طبعا صوت في المعهد، لكن برضو عندك في البيانو والحاجات دي حنتحدث عنها. لكن نسمع المشاهدين عمل ثاني،
ونرجع نواصل معاك الحديث إن شاء الله عن الموسيقى، لأن الموسيقى طبعا عالم جميل وعالم مريح برضو للنفسيات. يعني الزول لما يكون تعبان نفسيا لو نظر للنيل بيرتاح، لو سمع موسيقى برضو بيرتاح. يعني نسمع عمل ونرجع نواصل مع الجميل عماد حسن معروف بعماد كنانة. لو حميد كان عايش كان بشر وشاد مدارس، ده لو حميد كان عايش كان بشر وشاد مدارس، كان رصاها ورود في مدارس شكرا عماد كنانة. ويبدو ده آخر الأعمال مواكب للثورة، ثورة ديسمبر المجيدة. والله أقول لك يا أستاذ محسن، أنا عماد كنانة ده بجد يعني مناضل زي ما تقول ضد نظام الكيزان ده فترة طويلة جدا من 98، ويا ما قفلوا لي حسابات في الفيسبوك، ويا ما احتغلت وتعذبت وحاجات كثيرة. يلا الحركة الثوري ده بجد
انا مساهم في مساهمه كبيره جدا جدا، لكن دوري ما واضح لعده حاجات. انا ما بعرف انشر حاجاتي او ما بعرف اقدم نفسي، وطبعا دي حاجه بيختصوا بها ناس تانيين غيري. انا كمغني وكموسيقي يفترض اغني واخد الموسيقى المفروض، وفي زول تاني مزول من الحاجه دي، يلا انا فاقد لها اكثر. ايوه انا فاقد النقطه دي بالذات. واخر حاجه هو ما كده يعني، انا لدرجه عملت وبريد عديل يعني اسمه البلاد الكبيره يعني. ومن هنا بحيي اول شيء كل شاعر وثق في عماد كنانه واداه حرف ومش كلمه ولا قصيده، لكن مع ذلك برضو بحيي الشعراء الثوريين لما اتعاملوا معايا بقصائد ثوريه، كان الناس بجد التعليق كومنت ما بيقدروا يعملوه في الصفحه يعني. من هنا بحيي تحيه خالصه لاخونا محمد عبد الملك، محمد عبد الملك المحينه. طبعا غنيت له هما سقطت سقط طابق بعد طابق، حكومتك فيها كم طابق ملانة شقق، وفيها لحد ما بتجي ل ل ل ل ل ل ل ل بتعالج قضايا المجتمع. طيب الراحل المقيم حامد دواش غنيت له برضه وين اللي بيقوموا دغش يتفقدوا الجيران، وغنيت له بالتفاكر بالتشاور ثورة صادقة بفهم جديد. وغنيت تاني لأخونا محمد أبو السعود قوم يا ولد. يعني عماد كنانة تعاملت مع عدد كبير من كبير جدا من المبدعين، خاصة اللي كتبوا في الثورة واللي بيكتبوا الكلام للوطن الجميل. الحديث معك حلو وذو شجون، لكن أنا أتمنى إنه في مرة قادمة يعني أنا بس حبيت أوضح الحتة دي دي كلمات أخونا انتهى. كلمات أخونا بشرى محمد أحمد. بشرى محمد أحمد نحن بنحييه ومزيد من التقدم إن شاء الله. والحديث طبعا بيطول حول الموسيقى والصوت ما يتحدثنا، لكن الزمن كلمة خلاص زمننا انتهى. حنودع المشاهدين بعمل أخير، وبنقول لكم شكرا للمتابعة وشكرا للجميل عماد حسن الشهير بعماد كنانة، هذه المسيرة الطويلة في مجال الفن والإبداع. شكرا لكم، نختم بعمل أخير. بالتشاور بالتفاكر ثورة صادقة بفهم جديد، كل الزهور في مجاملتك والبلد هو المستفيد. بالتفاكر
التعارف والتكاتف والنفوس غانا عرضية، التعارف والتكاتف والنفوس غانا عرضية، ما في تفرق لا شذات والسلام يبقى الهوية، ما في تفرق لا شتات والسلام يبقى الهوية. نجتمع في وحدة شاملة تقوى أركان القضية، نجتمع في وحدة شاملة تقوى أركان القضية، لا تحاول